السلام عليكم. اخر عمليه من عمليات الاوثنتيكيشن وهي اللوج اوت. انا هنا عملت في الناف بار، عملت فورم لطيفه كده صغيره فيها ازرار، كل اللي بتعمله الزر بتاع اللوج اوت. الفورم دي بتبعت الداتا للسلاش لوج اوت والميثود بتاعتها بوست. ظهر هنا كده اللي هو الزرار ده، المفروض لما اضغط عليه هيعمل لي لوج اوت. طيب هعمل ازاي لوج اوت؟ تعالوا نرجع للحفله اللي كنا عملناها في الفيديو اللي فات. قلنا وانت داخل الحفله بيعمل عليك الختم، طيب وانت خارج من الحفله المفروض بقى اشيل الختم ده عشان ابقى عارف بقى ان انت خلاص انت سجلت خروجك، فلما تيجي بقى بعد كده اشوف الختم الاقيك خرجت من الحفله او ما الاقيش ختم فاكنك يعني حد ما اعرفوش. طيب الختم بتاعنا كان السيشن، يبقى انا المفروض كل اللي انا اعمله في اللوج اوت هو ان انا هعمل ان انا احذف السيشن بتاعتي بس. طيب تعالوا نعمل الراوت بتاعها. هاجي هنا في الاس راوت وهقول له في الاخر هنا كده راوتر دوت اول. طيب ليه هستخدم اول؟ ليه ما استخدمش بوست وليه ما استخدمش جيت؟ انا ممكن استخدم بوست عادي جدا، لكن ممكن اليوزر بتاعي يكتب سلاش لوج اوت، هو حب يعمل كده يعني حب يجرب كده، انا عايز اديله الامكانيه دي ان هو لما يكتب سلاش لوج اوت فكده هو هيبعت ريكوست جيت، فانا عايزه في الجيت برضه يعمل له لوج اوت ما يضطرش يعني ان هو يضغط على الزرار. فهاجي في الاول هنا كده واقول له سلاش لوج اوت. كل اللي انا اعمله هاجي في الاس كنترولر وانفذ فانكشن اسمها لوج اوت. طبعا من غير بوست من غير جيت، يعني اللي فات كنا بنقول بوست لوج ان او جيت لوج ان، لكن انا هسميها لوج اوت عشان دي يعني بتاع كل حاجه. واجي هنا اعرفها في الكنترولر بتاعي، هقول له هنا اكسبورتس دوت لوج اوت بيساوي فانكشن هتاخد مني الريكوست والريسبونس والنكست. كل اللي انا اعمله انا عايز احذف السيشنز بتاعتي. عشان احذف السيشن عندي جوه الريكوست دوت سيشن، قلنا ده اوبجكت بيمثل لي السيشنز بتاعتي، في عندي ميثود اسمها ديستروي. الميثود دي او الفانكشن دي بتحذف لي السيشن بتاعتي، بتاخد مني كول باك فانكشن. كول باك فانكشن ما بتاخدش اي باراميترز، الفانكشن هتتنفذ بعد يعني ما يحذف السيشن بتاعتي. هقول له بعد ما تحذفها كل اللي انت هتعمله ريدايركت على السلاش. فقول له هنا ريسبونس دوت ريدايركت للسلاش، انا هرجعه تاني اللي هم من غير اي مشاكل. واجي اعمل سيف ونجرب. نلاحظ هنا بس في الداتابيز انا عندي سيشن مرت لود، في عندي اتنين سيشن طبعا عشان انا كنت عملت وسجلت دخول تاني، بس ما علينا. هاجي هنا اخش مثلا على الفون مثلا او اي برودكت عشان اتاكد ان هو بعد ما احذف هيرجعني للهوم تاني، واقول له لوج اوت. بعد ما عمل لوج اوت قام مرجعني للهوم. طيب ولو جيت اشوف الداتا بيز اعمل لود هلاقي في سيشن من عندي اتحذفت. طبعا التاني ما اتحذفتش لان دي انا حذفت الكوكي بتاعها، فالسيشن نفسها مش هتحذف لان مفيش اي طريقه انك تربط حذف الكوكي بحذف السيشن، لكن في طريقه انك تربط حذف السيشن بحذف الكوكي. يعني طب لو جينا كده نشوف هل الكوكي بتاعتنا اتحذفت ولا لا، في الابلكيشن برضه ما اتحذفتش، السيشنز ما حذفتهاش، فعادي يعني مش تفرق معانا الكوكي في حاجه. طيب هي دي الطريقه بقى ان انا احذف السيشن بتاعتي. المهم ان السيشن بتاعتي اتحذفت من الداتابيز، وطبعا ما فيش اي طريقه يعني انا الكوكي موجوده لكن لو انا جيت اجيبها بقى فمش هيلاقي السيشن بتطابق الكوكي دي، فالموضوع بتاعي انت او كده يعرفني ان هو مش يوزر. ودول كده التلات عمليات بتوع الاوثنتيكيشن، الساين اب واللوج ان واللوج اوت. شوفوا الدرس الجاي وهنشوف ازاي اخد الايرورز دي واطبعها عندي في الصفحه. يعني انا وانا بعمل له ريدايركت السلاش لوج ان اعرض له الايرور بتاعي، يعني اعرفه ليه انا رجعت لللوج ان. شوفوا الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.